أحبائي تلاميذ الصف الأول الابتدائي، أهلا بيكم وسهلا في حل أنشطة عامة الفصل إيه الثاني رياضيات. هناخد من كتاب سلاح التلميذ صفحة 86 وبعد ستة حتى صفحة 89. السؤال الأول بيقول إيه؟ صل بالمناسب. نشاط واحد بيقول صل بالمناسب. طبعا إحنا هنا هنعد، هنعمل إيه؟ هنعد. يعني دول كام دول؟ ها؟ دول ايوه بعد الخمسه. برافو عليكي. فين السبعه هنا؟ اروح موصلها على طول بايه؟ بالسبعه. طيب بعد كده دول كام دول؟ دول سته. فين السته؟ طيب السؤال بعد ده كام دوت؟ ها؟ عدي خمسه تسعة. بعد الخمسه؟ تسعه. برافو عليكي، تسعه. وصل بالتسعه يلا. كام دول؟ عشرة. فين العشرة؟ صح كده. نشاط رقم اتنين، اكتب بكتابة، اكمل بكتابة العدد السابق والعدد التالي في كل مرة. يعني ايه؟ ركز معايا كده. يعني الخمسة مين اللي قبليها والخمسة مين اللي بعديها؟ يبقى هنا احنا نعمل ايه؟ هنا هو مين اللي قبل الخمسة؟ أربعة. برافو عليك. ومين اللي بعد الخمسة؟ ستة. يبقى اكتب كام هنا؟ برافو، صح. يبقى بصي أربعة، ها، خمسة، ستة. برافو عليك، صح كده. طيب بصي الستة أروح هنا أهو أنقص واحد، هنا أنقص إيه؟ واحد. طلع ستة على إيدك كده، أيوة أنقص واحد، يبقى معايا كام؟ خمسة. يبقى أكتب كام هنا؟ خمسة. طب هنا الستة أزود واحد، أزود واحد سبعة. برافو عليك، صح كده. نفس الكلام هنا اهوت. التسعة طلع تسعة، يبقى هنا اللي قبليها يعني أنقص واحد، يبقى معايا كام؟ تمانية. برافو عليك. يبقى هنا كام؟ تمانية. طب ركز معايا، تمانية، ها، تسعة، ها، عشرة. برافو عليك. يبقى اكتب ايه هنا؟ تمانية. تمانية صح. يبقى أنا أنقص واحد وهنا أزود ايه واحد، يبقى كام؟ تمانية. عشرة. برافو عليك. طيب اللي بعديها طلع كام؟ تلاتة. اللي قبليها يعني أنقص واحد، صح؟ اللي قبلها اتنين. بالظبط كده. اللي قبل التلاتة كام؟ اتنين. اتنين. طب اللي بعد التلاتة كام؟ اللي بعد التلاتة أربعة. برافو عليك، أربعة، صح. ناخد دي التانية، هطلع كام؟ سبعة. سبعة. لما يقول اللي قبليها يبقى أعمل إيه؟ أنقص. أنقص واحد، صح؟ يبقى ستة. برافو عليك. يبقى هنا إيه؟ ستة. ستة، صح. واللي بقى يعني ايه؟ ستة. سبعة، تمانية. برافو عليك، اتفضلي. بكتب كام هنا؟ ستة. ستة، ماشي. بعد الستة، ها، سبعة، تمانية. تمانية، برافو عليك، صح كده. طيب كام دوت؟ واحد. واحد، اطلع واحد، صح. اللي قبليه كام؟ اللي قبل صفر. برافو عليك. يبقى كام هنا؟ صفر. طب اللي بعد الواحد كام؟ اللي بعد الواحد، ها، اتنين. اتنين، صح كده اهو. فهمتيها ديت؟ فهمتيها؟ ايوه. تمام. نشاط رقم ثلاثة، حوط العدد المناسب. لما يقول لي هنا أربعة يزيد أو تزيد واحد عن، لما يقول لي تزيد يبقى أنا أعمل إيه؟ يعني أطلع، اسمعيني اسمعيني، لا لا لا، بص الأربعة أطلع أربعة على إيدي، لما يقول لي تزيد يبقى أعمل إيه؟ أنقص واحد. أنقص إيه؟ واحد. يبقى معايا كام؟ يبقى بالظبط كده أهو. يبقى أحوط على مين؟ على التلاتة، أعمل داير على التلاتة. وأكتب تلاتة؟ وأكتب تلاتة هنا أهو. يبقى بص معايا، أربعة تزيد واحد عن مين؟ عن التلاتة. طيب الخمسة، لأن قلت تاني لما اقول مثلا الخمسة تزيد واحد عن، يعني اطلع الخمسة لما يقول لي تزيد انقص منها كام؟ واحد. بالظبط كده. يبقى الخمسة تزيد واحد عن، اعمل دايرة على مين؟ على الاربعة. واكتب كام هنا؟ اربعة. طيب تعالي تاني هنا اهو، التلاتة تزيد واحد عن تلاتة، يبقى لما اقول لي تزيد اعمل ايه؟ انقص واحد من التلاتة، كام؟ يبقى تزيد واحد عن الاتنين، يبقى احط دايرة على ايه؟
على الاثنين واكتبها هنا اهو. دي بقعد عكسها بمعنى ايه؟ 8 اطلع 8 لما يقول لي تنقص واحد عن يعني ازود واحد، ازود ايه؟ واحد، يبقى كام؟ يبقى 9. برافو عليك، يبقى اقول له ايه؟ 7 على 9 9، احط دايره. ايوه 9 بالظبط كده، واكتب 9 صح. يبقى نقراها كده، 8 تنقص واحد عن التسعة، يبقى 8 تنقص واحد عن ايه؟ التسعة. طب الخمسة اطلع كام؟ 5. اول ما اقول له تنقص يبقى اعمل ايه؟ ها؟ ازود واحد، يبقى 6. يبقى احط دايرة على ايه؟ على الستة، واكتب ايه؟ 6. طيب معايا هنا 9 تنقص واحد عن، لما يقول لي 9 تنقص يبقى اعمل ايه؟ ازود واحد يبقى 10. بالظبط كده اهو، يعني عندي 8 وهنا 10، يبقى احط دايره على 10. ايوه بالظبط كده. السؤال ده بيقول لي ايه؟ نشاط 4، عد ثم لون حسب العدد. طيب دي كام برنيطه؟ ها؟ واحد 2 3 4 5 6 7. طب تعالى نشوف كده، احنا هنلون هنا اهو، يعني هنعمل ايه؟ اعمل إيه؟ رقم كام؟ واحد. كام كده؟ اتنين. اتنين. بعد كده؟ تلاتة. أربعة. خمسة. كام؟ خمسة. ستة. سبعة. طيب تعالين كده. ده ايه ده؟ دي ايه دي؟ كورة. ماشي. هنا ناخد الكروت، ها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. في تاني؟ يبقى احنا كده هنلون، اتفضل لون كده. 8 كم؟ واحد كم؟ اثنين. ماشي. ثلاثة أربعة كم؟ أربعة. تمام. خمسة ستة سبعة ثمانية. طيب تمام زي الفل، يبقى كده 8. ناخد عدد الكرات، ها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقى احنا اللون كام؟ ستة. اتفضل اللون. واحد كام؟ اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة. هنعد الكرات الخضراء، واحد اثنين ثلاثة أربعة. اتفضل اللون. يلا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. ماشي. أربعة أربعة. ماشي تمام. هنا بيقول لي إيه؟ اكتب العدد، كم كرة حمراء؟ مش معايا كده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. برافو عليكي، 8. يبقى اكتب كام هنا؟ 8. ماشي. طب كم كرة خضراء؟ أربعة أربعة. برافو. كم برنيطة؟ سبعة سبعة. صح. طب كم كرة من ديت؟ واحد اثنين ستة. ستة صح، يبقى اكتب ايه؟ ستة. شاطر. هنا بيقول لي نشاط رقم 5، ارسم دائرة حسب العدد، ده كام دوت؟ تسعة. يبقى انا ارسم كام دائرة هنا؟ واحد اثنين ثلاثة ايوه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. برافو عليك، كام دوت؟ 8. يلا ارسم 8. واحد ايوه اثنين ثلاثة. برافو. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. برافو، كام دوت؟ 10. يلا واحد ايوه اثنين ثلاثة. صح. أربعة أيوه خمسة أيوه ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. صح كده. طيب خلي بالك معايا هنا، نشاط رقم 6، أكمل بكتابة الأعداد الناقصة، كام هنا اهوت؟ هنا بصي ده 2، اللي قبل الـ2 مين؟ واحد. واحد. برافو عليكي، واحد. ها واللي قبل؟ لا بصي تاني، امشي معايا. واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. ها أربعة خمسة خمسة
ستة، سبعة، سبعة، صح. سبعة، تمانية، تمانية، تسعة، أيوة، عشرة. برافو عليك، صح كده. طيب هنا هو حوت مجموعة نشاط سبعة، حوت مجموعة التفاحات المناسبة التي تمثل عدد النقاط بإيه؟ بالإطار. يعني أنا عندي هنا أهو، ده كام واحد دول؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. فين الستة اللي جت اللي قد دول؟ دول ولا دول ولا دول؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. يبقى حوت مين؟ دول. حوتهم كده؟ أيوه، برافو عليك. طيب اللي بعديها كام هنا؟ كام نقطة هنا؟ في حاجة؟ يبقى صفر، صح كده؟ أيوة، شاطرة، صح كده، صح، تمام. طب اللي بعديها نعد، ها، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. فين التمانية؟ دول ولا دول ولا دول؟ واحد، أيوة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، خمسة، ستة، ستة، سبعة، تمانية. برافو عليك. يبقى حوت مين؟ حوت دول، شاطرة. اللي بعديها عدي، اللي بعديها هن كده اهو، ايوه، واحد، سبعة، سبعة، صح، تمام، ماشي. فين السبعة؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. ماشي. اللي بعديها شوفي كده، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ايوه، يبقى حوت ايه؟ شاطر، صح. ناخد المسائل اللي بعديها. نشاط رقم 8، عد الأسماك في كل حوض ثم صل بالأيدي المناسبة. أنا عندي هنا كم سمكة؟ صفر. يبقى أوصلها بمين؟ بصفر. برافو عليك، على مهلك، أيوة كده أهو. طب عندي كم سمكة هنا؟ أربعة. فين الأربعة؟ أيوة، صح. عندي كم سمكة هنا؟ تسعة. تسعة، دول تسعة دول؟ طب عد كده، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، ودول تمانية، يبقى وصل دول بدول، ماشي؟ بص هنا أهو، نشاط تسعة، لون العدد الذي يزيد واحد، بيزيد واحد عن عدد عناصر كل مجموعة، دول كام دول؟ دول واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. يبقى هنا أهو، مين اللي بيزيد عن الستة؟ سبعة. برافو عليك، يبقى حاطط على مين؟ على السبعة، صح. نعد دول، ها، واحد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. طيب مين اللي بيزيد عن السبعة؟ ها، كام؟ تمانية. تمانية، بحط ايه دايرة على؟ تمانية، تمانية، صح. تعالي هنا اهو، كام دول؟ واحد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. مين اللي بيزيد عن الخمسة؟ كام؟ ستة. برافو عليكي، يبقى فين الستة؟ أيوة، صح كده. هنا نشاط 10، عد وايه واكتب العدد. كام دول؟ انا هكتب هنا، اعد ده وهكتب هنا، اعد ده واكتب هنا. واحد، ايوه، اتنين، تلاتة، ايوه، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. برافو عليك، يبقى اكتب كام؟ تمانية. طب ده كام دوت؟ صفر. طب كام ده على مهلك؟ واحد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، أربعة، خمسة، خمسة، ستة، ستة، سبعة، سبعة، تمانية، تسعة. يعني يبقى اكتب كام؟ تسعة، تسعة، شاطر. اللي بعديها، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. يلا، ستة، صح، برافو عليك. بكده يا حبايبي نكون انتهينا من هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر. أرجو الاشتراك أو عمل سبسكرايب مع الضغط على زر الإعجاب على قناة مصر للتعليم الابتدائي، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم.